السلام عليكم متابعي صفحتنا الكرام. اليوم نحكي لكم موضوع بسيط نشرناه احنا على صفحتنا الخاصة عالم التخدير حول موضوع تخفيف المورفين. المورفين احنا مثل ما نعرف بانه هو ضمن فئة الأوبيويد المخدرات الأفيونية. المورفين مثل ما جاي تشوفون يجي بشكل أمبول بيها 10 ملي جرام بالسيسي الواحد، فمن نريد نعطيه للمريض لازم يتخفف. فطريقة التخفيف كالآتي، عندنا طريقتين، أما سرنج أم العشرة سيسي أو سرنج أم الخمسة سيسي. فإذا أخذنا أمبولة المورفين اللي بيها 10 ملي جرام وخففناها إلى 10 سيسي فصار عندي 10 ملي جرام تقسيم 10 فصار عندي 1 ملي جرام بالسيسي. هاي طريقة. الطريقة الثانية نقدر نقول بأنه العشرة ملي جرام نخففها للخمسة سيسي فصار عندي 10 ملي جرام تقسيم 5 سيسي فصار عندي 2 ملي جرام بالسيسي الواحد. فعندنا هاي الطريقتين. بالنسبة للجرعة من 25 إلى 100 مايك لكل كيلوغرام. يعني ناخذ مثال شخص وزنه 70 وأنا أريد أنطي زين اندكشن دوز أو أنطي يعني جرعة قوية حتى أسكل الألم، فراح أستخدم الرقم العالي اللي هو 100 مايك. فصار عندي 100 مايك في الوزن اللي هو 70، إيش قد صار عندي هنا؟ 7000 مايك. نقسم على الألف صار عندي 7000 تقسيم ألف صار عندي 7 ملي جرام. تمام، بهالطريقة نحول. فراح نعطيكم واجب، لنفرض هو نفس هذا المرض اللي وزنه 70، أريد أنطي 50 مايك لكل كيلوغرام، شقد راح يطلع الجرعة؟ أنتظر جوابكم، واللي عنده استفسار يقدر يخليه بالتعليقات. تحياتي لكم.